تستفيد من الظروف التخفيفية. قائمة من الأسئلة المطولة والملاحظات الناقدة من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للوفد الحكومي الأردني في جنيف بمضامين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يبدو أن ليس هناك أي مشاورة مسبقة مع مؤسسات المجتمع المدني عند إعداد التقرير، تقرير الأردن إلغاء المادة 308 الضحايا الذين تعرضوا لهذا الاغتصاب بعد اعتماد هذا القانون يواجهون بعض الصعوبات، ونود أن نعرف ما هي الخدمات المقدمة للضحايا، ما هي خطط الدولة الطرف لضمان التنفيذ الفعلي لقانون عام 2017 الذي يتناول العنف المنزلي، وكيف أن مدونة سلوك الشرطة فيما يتعلق بمعاملة النساء من ضحايا العنف؟ لماذا حتى الآن لا يوجد قاضيات معينات في المحاكم الشرعية؟ وأسئلة حول جرائم الشرف وحماية النساء المهددات بالقتل. ما معنى أن هناك تخفيفا إن تم الإجهاض بدون موافقة المرأة لحماية شرف الأقارب؟ إضافة لقانون منع الإرهاب بتعريفه الفضفاض والاسترسال في المساءلة المتعلقة بمحكمة أمن الدولة، وأسئلة عن محكمة الشرطة حول استخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، لأن التعذيب في القانون الداخلي للمملكة الأردنية يعد جنحة ولا جريمة، وهذه القضايا مدرجة في القضايا المسجلة لدى محكمة الشرطة، ولكن مضت السنوات عليها ولم يحكم فيها إلى هذا اليوم. عقوبة الإعدام طبقت مرتين في ديسمبر 2014 حيث 11 شخص أعدموا، وفي مارس 2017 حيث 15 تم إعدامه. أغامر وأجازف بالقول بأن هذا يمثل انتكاسة كبيرة. تنوعت إجابات الوفد الأردني حسب الأسئلة الموجهة من اللجنة، منها قضية الإعدام. فقد حصر المشرع الأردني عقوبة الإعدام بالجرائم الجنائية الأشد خطورة، إضافة إلى عدم تنفيذ أي عقوبة إعدام في الأردن تعسفيا. وقد قام الأردن بإلغاء عقوبة الإعدام في 4 جرائم والتي حددتها مواد وردت في قانون العقوبات وقانون المخدرات وقانون المفرقعات. والاستعجال قليلا والله العظيم، متت انا وانا اقرا قسما بالله. ما انت يعني اقرا بسرعه تقولوا هيك. التعذيب، ان عدد قضايا او جرائم التعذيب المنظوره امام محكمه الشرطه 4 قضايا. قانون العنف الاسري، قانون الحماية من العنف الأسري صدر عام 2008، لكن هذا القانون لم يطبق بالشكل أو كان تطبيقه نادر الحدوث، لأنه شابه العديد من الثغرات اللي استلزمت تعديل وإقرار قانون جديد للحماية من العنف الأسري عام 2017 في هذه العام. لذلك من المؤكد أنه يجب أن لا نعود إلى دراسات سابقة. القضاء الشرعي، لا يقرأ فيها ولا يوجد فيها أي مانع قانوني بهذا الجانب أو ما يشير إلى الإخلال بالمساواة أو التعدي على المراكز القانونية لأي من الرجل والمرأة. لو أراد المورث أن يورث المرتد الذي اختار ديناً غير الإسلام بعد أن كان مسلما لتمكن من الوصية له، وهذه الوصية قد تفوق أضعاف نصيبه الإرثي فيما لو كان مسلما. شهادة امرأتين وشهادة رجل لا تعني
أن المرأتين تحلان محل الرجل أو أنهما أقل، بدليل أن القاضي عندما يسعى للتوصل إلى الحقيقة قد يكتفي بشهادة امرأة واحدة. تنويه حول ما تفضلت به بخصوص موضوع الاغتصاب الزوجة، تتمكن المرأة في حال صدور هذا الفعل أو صدور مقدماته أو وجود تهديد من قبل الزوج بفعله، فإنها تتمكن من التقدم بطلب إنهاء العلاقة الزوجية. ومع ذلك عقبت إحدى أعضاء خبراء اللجنة بعدم الحصول على الرد. أعتقد أنني لم أحصل على رد حول ما إذا كانت الحكومة تنوي اعتماد تشريع شامل مكافح للتمييز.